بالنادي تاعنا دخلت عامل انتقاد قبل ما تخرج الكورة. أو هو العكس. وقت اللي هو لا تتمرك الكورة وصاحب الخلف. تتمرك الكورة وصاحب الخلف. يعود. أما إذا كان هو يدخل يشير ما يعودهاش. أما كان صاحب الخلف يتعود. ديما تعود. إذا كان فما مكان بالمبقى هذيك المخصر الانتقاد في من الجمعية. أنا نقول لكم أنا مسيرش النوع اللي هو ما يطبقوش فيه حكام حتى على المستوى الدولي. يقول لك إذا كان يدخل زوز في الوقت المزافع ولا تكون هما دول الأغلبية عاودوا فيها. أما هو بالقانون قانون العواج يرجع للسهل. أونتر دو وشوفوا السهل. هما يعملوها ويقفوا دو ديفونسور وغير اتاكون. نعم. هما يقفوا علاش يقفوا مثلا دو ديفونسور واتاكون وعلاش ديفونسور واتاكون. هي جدول. علاش؟ في الانتقاد عندك ثلاثة مدافعين عندهم الحق يشاركوا في الانتقاد وزوز مهاجمين عندهم الحق يشاركوا ديما عندهم الأسبقية. مش مهم شو؟ سامحني هو عندك علاش؟ جملة سيادة لأن أنا بعثتها على سيدة اللي هو خاطر تو نص من بعد في اخر المباراه تلعبوا اسامي نقطه في الدفاع وقت اللي انا عندي اربع اخطاء جماعيه معناها كل خطا باش نشوط عليه ربيتي ماذا بيا نعمل على الخطا على مهدي اللي هو نعرف هو يضيع نسبه 80% يضيعها ما نعرفش على ياسين على ياسين نعمل الفوت اللي هو باش يحط باش يحط شي مهدي خطا شو اللي نعمل فوت نخبيتها 50 لا تكنيك تقديريه ماهيش كيما نقولوا راه صباح ياسين فما واحد راهي بالزون ريستريكتيف دونك هو الكونتر واش باش يراقبوا باش يراقب الخطا اللي يصير غادي جيرا برك هذيك تسمى لي فوت دو كونتاكت.